الرحلة ديالي كانت صعيبة بزاف وفيها بزاف ديال تشالنجر. أنا سميتي محمد خرازي، بدت في الوسط ديال الصحراء في الرشيدية في المغرب قبل 25 عام. كنت كنوقف قدام التلفازة وكنتفرج للأخ ديالي حسن باش يكون عندي حلم واحد النهار نكون لاعب كرة سلة. الوالد ما يرحمو غادي نرحلو، غادي نرحلو لأمستردام. أنا كطفل عندي 10 سنين فرحت ولأني ما كنتش عارف the challenge من الصحراء إلى أمستردام. It's mind blowing. كنت فرح كتير بزاف باش نخلي بلد فاش عشت، ولأني قلت حتى غادي نخلي الصحوبة ديالي، غادي نخلي البلد اللي عندي فيها بزاف ديال الميموري. ولكن من بعد ملي جيت لأمستردام مازال نعقل. كنت كنتفرج في التلفازة وكنت كنتفرج في الأفلام، كنت كنتفرج الأياكس الساكر، وكنت عندي حلم فانتازي باش نكون واحد النهار هنايا. والحمد لله ملي جيت لهنا كانت صعيبة بزاف باش يكون عندك دايفيرس. ما كنتش كنتعلم، ما كنتش كنعرف اللغة، ما كنتش كنعرف الناس. والحمد لله احنا بوحدنا تعرفنا على الناس، قرينا اللغة، ويا الحمد لله. I breathe basketball. This is something that's just it's going on and on and on. Yeah, الحياة ديالي تبدلات. أنا ما نعرف شي حاجة أخرى بلا هاد الشيء. الوالدة مسكينة الله يرحمها كانت دائما عندي رياكشن ديالي بإيموشن كنترول. What I can control. This is my own emotion, my own path. الطريق ديالي وهذاك الشيء دائما، هذاك الشيء هذاك هو الموتو ديالي، هذاك الشيء دائما في الحياة ديالي. Believe in yourself and everything is possible. Stay positive and never give up. Your moment, you always have to push and inshallah it will be deserved.